شراء الشقق على المخطط جائز، هذا جائز ويسمى بالاستصناع. نعم. ويسمى بالاستصناع، فيجوز للإنسان أن يشتري شقة في عمارة على النموذج، النموذج يورونه نموذج الشقة وهي مضبوطة ويشتري ثم هم يبنون. نعم صحيح. ثم هم يبنون، هذا يسمى بالاستصناع، والاستصناع جائز باتفاق العلماء، لكن من اشترى على المخطط لا يجوز له أن يبيع. من اشترى على المخطط شقة لا يجوز له أن يبيعها لغيره حتى تبنى، حتى تبنى، لأنه في هذه الحال ليس مستصنعا، لن يصنع، فيكون يبيع ما لم يملك. نعم. جزاكم الله خير.